الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوز مستحق على بيراميدز، والفضل الأول لسامي أمصار. مهمة صعبة بكل المقاييس، مرحلة انتقالية مش سهلة بعد مدرب ناجح وغيابات بالجملة. سامي قمصان كعادة أبناء النادي الأهلي تلاقيهم في الميعاد، ولو الأهلي بمن حضر تخص اللاعبين فبرضه تنطبق على المدربين. الأهلي فاز على بيراميدز وصعد لنصف النهائي كأس مصر. صحيح الأداء مش جيد بس المكاسب كتير، عودة رامي ربيع على المستوى، تحسن مستوى طاهر، وأخيرا حسام حسن بيسجل. مليون مبروك للنادي الأهلي، هارد لك أكيد لبيراميدز.